ما كملتلكش طب كمل. الحكاية اللي كنا بنقول على ان هو عزم، ان هو جه يعني بالتزوير، على شفيق، على مرسي جه بالتزوير، على مرسي موضوع جه على بالتزوير موضوع المطبعة او على المطبعة المطابع الأميرية. الأميرية، وعلى منع القبط كلهم مستعدين في القرى. للشهادة دلوقتي، ده حقيقي. منعوهم انهم في الصعيد. ينتخبوا. صحيح. فبالنتيجة دي الفائز الحقيقي هو هو احمد شفيق. شفيق، بدليل ان هم اختاروه قبل كده فراحوا. اللي حصل اللي انا عرفته بعد كده من مصادري انه راحوا هددوا المجلس العسكري، قالوا لهم هنحرق مصر وهنحرق مصر حقيقي. فالمجلس العسكري قال له احجب النتيجة شوية. مش المجلس بس، والامريكان، ايوه هو مظبوط، الامريكان هم يا الاساس. سلام، هو ده الكلام المظبوط.